عمران في علم التوحيد من هذه الناحية. قد توجد بعض الآراء للعلماء لبعض علماء أهل السنة لكنها ليست معتمدة لسبب أو آخر، وبعض الآراء معتمدة. ما معنى الاعتماد في علم التوحيد؟ سنتكلم عليه بإذن الله سبحانه وتعالى في محله، في محله، يعني ننتهز مناسبة وجود يعني مرورنا على مسألة معينة ونبين ما معنى الاعتماد، وهو قريب جدا من الاعتماد في الفقه، من مفهوم الاعتماد في الفقه قريب جدا. هذا أمر مهم جدا من المسائل التي يجب أن يهتم بها طالب العلم أيضا، لأنه لا يجوز أن يسوق آراء العلماء كلها سوقا واحدا، يقول قال الرازي وقال مثلا قال الرازي الصفات ممكنات وقال الأشعري الصفات ليست ممكنات، كلها احتمالين متساويين. لا، ليس متساويين. في المذهب الأشعري لا يجوز أن يقال هذا، المذهب مشتمل على هذين المذهبين، لا يجوز أن يقال ذلك. هذا رأي الرازي، والمذهب المعتمد هو قول الإمام الأشعري وانتهى الكلام. هذا رأي للرازي، احنا مش يعني لسنا مضطرين لأن نتابع الرازي في كل شيء، مع أنه أحد أعظم أئمة الأشاعرة، لكن في بعض الآراء قد لا يعتبر قوله، بعض الآراء قد لا يعتبر قول الأشعري نفسه، الأشعري نفسه قد لا يعتبر قوله. قال الأشعري كذا وقال الرازي، والمعتمد هو قول الرازي، والأشعري قوله غير معتمد. لماذا؟ ليس لمسألة لا نسب ولا جاه ولا قبيلة، المسألة معتمدة على ماذا؟ على نظر في أدلة، لأن هذا مذهب، مذهب له أصول وله أدلة وله استدلالات، إذن هو علم من العلوم، علم من العلوم، وليس مجرد رواية عن إنسان، ليس مذهب الأشاعرة مجرد رواية عن الإمام الأشعري، ليس مقصود الأشاعرة من مذهب، يعني ليس مقصودنا من تقرير وإعادة النظر في مذهب الأشاعرة هو معرفة ما قول الأشعري، ليس هذا أحد مقصود، يعني ليس هذا مقصودا، المقصود الأعم الأعظم ليس هذا، هو هذا أحد الأشياء التي يجب أن نهتم بها، لكن مذهب الأشاعرة يختلف عن مجرد معرفة قول الأشعري. قد يكون معرفة قول الإمام الأشعري رحمه الله هو المذهب، وقد لا يكون هو المذهب. كيف بالضبط؟ بعض الأحيان عند الشافعية قول الإمام الشافعي ليس هو المذهب، بعض الأحيان، وأغلب الأحيان قول الإمام الشافعي هو المذهب. الإمام أبو حنيفة أعتقد غير، دائما هو المذهب. أبو يوسف في عند في بعض الأحيان الإمام أبو يوسف في بعض الأشياء يخطب برأي صاحبين ولا يخطب برأي الإمام الأعظم في بعض، بس أنا سمعت مرة إنه دائما المذهب هو قول الإمام. الله أعلم، الله أعلم. لا؟ طيب في حالة في هنا ربي في حالة في لازم في العبادات في المعاملات في تفصيل. جميل جميل، في القدر كأني هيك سمعت في تفصيل. جميل، بارك الله فيك. إذا لاحظوا هذه المسائل أيضا موجودة في المذاهب، لأن ينظر إليها لا على أنها رواية أقوال صاحب المذهب، بل هي ينظر إليها على أنها أقوال خرجت على أصول وقواعد، هل هي متطابقة أم غير متطابقة، هل هي صحيحة التفريع أم ليست صحيحة التفريع. هكذا هو مذهب الأشاعرة، وإن نسب إلى الإمام الأشعري لكنه ليس نسبة على سبيل الرواية، ليس حتى وإن لم نعرف أي قول منقول بالسند عن الإمام الأشعري، إلا أن المذهب يبقى مذهب الأشاعرة. لماذا؟ لأنه المنظور فيه هو إيش؟ القواعد، وليس من الضروري أنه يكون كل قول للإمام الأشعري منقول بالسند، ليس من ضرورة المذهب ذلك، مع أنه هذا موجود، ما في عندنا مشكلة فيه، لكن لو لم يوجد لا يؤثر، لو لم يوجد لا يؤثر، لأن كما قلنا علم التوحيد ليس علم رواية، وإن كانت الرواية جزءا منه، ليس علم رواية بل هو علم دراية، والله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم. إذن